أيام قليلة تفصلنا عن الدخول المدرسي، وتحسبا لهذا الموعد المهم راهنت السلطات على ترتيب أجندتها في توفير الجو الملائم للتلاميذ. ولعل المستلزمات المدرسية من بين أهم الأدوات التي يحتاجها أبناؤنا، سارعت السلطات من مختلف ولايات الوطن على غرار ولاية البليدة في إعطاء إشارة انطلاق لافتتاح المعارض التي تتوفر بها مختلف المستلزمات من كتب، كراريس، أقلام، مآزر وغيرها بأسعار معقولة. كل العناوين متوفرة من التحضيري حتى الثانوي، الأسعار في متناول الجميع، وحنا رانا نبيعوا هنا بأسعار معقولة ونطلبوا من الجميع يجي يزورنا هنا ومرحبا بهم. أعطينا يعني إشارة انطلاق السوق الأول أو المعرض الاقتصادي الأول، وحاليا رانا على مستوى دائرة بوفاري كذلك لنفس الغرض. دونك راح تكون متابعه من طرف مسارح نتاعنا لهذه الفضاءات الرسميه اليوم على افتتاح المعرض الخاص ببيع المستلزمات المدرسيه، سواء الكتب للاطوار الثلاثه او الكراريس، وهي مبادره راح تعطي دفع قوي باش راح تكون دخول مدرسي في اريحيه تامه. مديريه التجاره لولايه البليده ساهمت بالترتيب هي الاخرى لهذا الحدث المهم، والعمل بالتنسيق مع المحلات الكبرى بالولايه لتوفير المستلزمات المدرسية التي يحتاجها التلميذ. قمنا بتخصيص هذا الجناح الخاص بالدخول المدرسي وبتوفير جميع مستلزمات الدخول المدرسي من أدوات مدرسية ومآزر ومحافظ إلى آخره بأسعار في متناول الجميع. سوف تجدون في هذا الجناح كل مستلزمات للدخول المدرسي وكل ما يحتاجه التلاميذ. مجهودات كبيرة تقوم بها السلطات في سبيل إنجاح هذا الحدث المهم وتوفير الجو الملائم لأبنائنا وبناتنا، مع مراعاة القدرة الشرائية لأوليائهم بتخصيص معارض تتوفر بها كل المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار تنافسية.